انت المفروض ان انت واحد من الستة الكبار في فوربس الاكثر ثراء في مصر. لسه انت في فوربس لسه من الستة الكبار، أكيد لأ، ولا الموضوع أكيد تراجع؟ لأ، ومش فارق يعني. لأ طبعا حصل تراجع، لأن أنا يعني يمكن 90% من استثماراتي أو 80% من استثماراتي في مصر طبعا تأثرت. لكن يعني بالنسبة لي هو رقم يعني، ولا إن أنا في فوربس زودتني حاجة، ولا أنا مش في فوربس مش يعني ده هتزودني حاجة. بيزعلك ولا بيفرحك ولا بيجيب لك إحساس لأ إيه؟ بيفرحني، هيبعد عني يعني. يعني ده بس يفرحني من ناحيتي.